أهلا وسهلا مشاهدينا من جديد في هذه المعركة التي نخوضها سويا. كل فرد فينا يحارب على حدة وبطريقته الخاصة، الإعلامي يحارب بطريقته الخاصة، والمغني يغني أيضا تشجيعا ووقوفا وإسنادا للقوات المسلحة السودانية، والشاعر يحارب بكلماته وألحانه، وكل هؤلاء هم جنود يخوضون نفس المعركة ويتسلحون بأسلحة مختلفة، ولكن الهدف واحد. نسأل الله النصرة للقوات المسلحة السودانية، وأسعد جدا في هذه المساحة أن أستضيف واحدة من المحاربات اللي حاربت بالكلمة ووقفت جنبا إلى جنب بجانب جيشنا وحاربت بطريقتها الخاصة، وكانت الكلمة والألحان هي الرصاصة القاضية. أسعد جدا في هذه المساحة أن تكون معنا الشاعرة والملحنة زوبا طاشين. أهلا وسهلا بك ومنورانا عبر هذا المساء. مرحب بك ومرحب بكل المتابعين. في البدء خليني أهني عودة القرى ببثها الجديد، هي دائما كالعادة قاعد تكون بيتنا اللي احنا معتادين نلقى فيه برحنا ونلقى فيه حياتنا. عايزة أهنيكم على مجهودكم الحلو ده، دايما إحنا أنتوا بتفاجئونا بالحاجات الجميلة اللي هي بتشبهنا وبتشبهكم. وتحية تجلي واحترام لكل الجنود ضباط صف ومرابطين، تحية تجلي لكم احترام. كل سنة أنتوا طيبين بعيد الجيش، كل سنة أنتوا طيبين بعيد المولد النبوي الشريف، وإن شاء الله تكون أعياد سلام علينا ونرجع بلدنا ونحتفل بالمولد زي ما كنا بنحتفل به، وبالخيم بالطار بأهلنا الحلوين بلمة أحبابنا. وهنا مبسوطة جدا أني لقيتك نورهان. أنا أكثر والله سعادة يا زوبة، وأنت حقيقة كنت في هذه المعركة مستبسلة جدا بالكلمة، شهدنا لك وقوفك بكلماتك الرصينة مع الجيش، وطبعا يعني أعتقد أنه ده واجب كل مواطن سوداني في هذا الحين. والله أنا مش ده واجب، يعني ده حاجة كده مزروعة في دمنا. أنت كسوداني زي ما بقولوا شارد من النيل ورادع من سيدي أم هي مربية جاية من صلب رجال، أكيد يعني أنت حتكون سوداني كده، وإلا سودانيتنا حتكون مشكوك فيها. فأنا بشوف الحاجة دي هي مش واجب، دي بالفطرة، دي حاجة علينا، يعني دي حاجة بدافع المحبة لوطننا. ويبقى إحنا ما في داعي نقول إحنا سودانيين ونحمل الجوازات السودانية إذا ما إحنا وقفنا مع جيش. يا سلام. طيب قبل ما نسترسل كده في الحوار، خلينا نسمع نص ومع بعضنا كمل الحوار. طيب نقول الدحر البلا وده جيش الخلف نرفع ليه تمام، الشمة القماح وعارف لعب وصاح وقانس في السلاح بنرفع ليه تمام، نفخر بالغيادة وكاكي حار زيادة منبع السيادة بنرفع ليه تمام، مرقت كل قبيلة وللسودان سليلة قات للموت عديلة قدروهم قوام، نهر النيل بسالة وهجت برجالة حذرت نضالة قالت دخول حرام، ادخر البلا ودي جيش الخلا غادات بورسودان وهيبة تابعة شان غسموا بالبيان وروهم نظام، وادي سيد نغتال ومنبع الرجال شغله جخ تمام بنرفع له تمام، والدحر البلا ودي جيش الخلا بنرفع له تمام. يا سلام يا سلام، نرفع تمام لكل نرفع التمام اكيد للقوات المسلحه السودانيه وجيشنا العظيم. زوبا، اكيد تاريخ غنى البنات وتاريخ القصائد التي تكتب اثناء الحرب وتشجيع للجيوش لها دور كبير جدا في التشجيع وفي الحرب وفي رفع أيضا الحالة المعنوية للجيوش. أنا برضو حابة أتكلم عن المحور ده من وجهة نظري كشاعرة وكملحنة. أنا قاعد أقول الحرف أبلغ من الطلقة، يعني أنت الليلة لما تيجي تغري عليك زول وتديه طاقة إيجابية أنت ممكن تدمره وممكن توديه لقدام. هي بنفس المعزة لما أنا الليلة الحكامات زمان كانت في الحروبات كانت بتغني وبتفاخر بالحاجات دي، فالبيمنح شنو إن نحن
جيل اليوم احنا نبقى احنا ما بنتملص من تربيتنا اللي تربينا عليها ولا حاجات نتجينا منها. اللي بيمنع شنو ان احنا نحفز جنودنا ونحفز اولادنا؟ يعني يمكن انا في مسيرتي الفنيه كلها او في مسيره حرفيه انا كتبة طاشين دائما قاعد احفز راجل السوداني حتى لو في قليل منه ما بيشبهه، لكن احنا ما بنقول الفرد الواحد بيمثل الراجل السوداني كله، لا. انا دائما قاعد اقول الكلمه الطيبه سماح، والكلمه الطيبه ممكن تكون بلسم لجرح، والكلمه الطيبه في حد ذاتها ممكن تكون ابلغ من الطلقه. فانا بحفز دائما الناس، بيقول لي في عنج كربوه سلب، قالوا لي والله يا استاذه انت مش كربتي السلب يا اخي، انت قطعتي لحمنا. يعني انا دائما قاعده اتعمق الدور بتاع انه انا الليله غنيت للبطان، غنيت سودانيه قليب ونحار، انا لازم يعني الشمول الحلو في عاداتنا وتقاليدنا لازم يطلع في الحرف بصوره اللي بتليق بي انا كسودانيه او كسوداني. فحريصه جدا على الحته دي لانه سوداننا فيه ناس سامحين شديد، والى الان فيه ناس سامحين شديد. يا سلام يا سلام عليك يا زوبا. زوبا الحرب اثرت علينا يعني بشكل عام في النفسيه، يعني نحن طلعنا من السودان بطريقه هي كانت صادمه للجميع، والناس كلها كانت في حاله من الهلع ونحو مستقبل مجهول يعني. واعتقد انه الشاعر بيحتاج لذهن صافي، لوقت يكون هو فيه غير مشحون بالطاقة السلبية يعني عشان يقدر يكتب قوية الكلمات. يعني والله أقول لك مرات الظروف يا نور، يعني أنت بتتخلق عليك ظروف أنت ما بيدك، لكن هل ده حيمنع أنك أنت تواصل؟ يلا ده جزء من الإرادة، يعني أنت إذا جواك عندك إرادة قادر تصل لقناعاتك لحاجة أنت شايفها مستحيلة، أنت جوا المستحيل ده أنت ممكن تصنع حاجاتك اللي أنت دايرة. بدليل انه انا جيت من الحرب، جيت مشحونه يمكن نفسيا كده الشهور الاولى ما قدرت اتجاوزها، يعني ثلاثة شهور الاولى وانا قاعده هنا ما قادره اعمل اي حاجه غير ان انا ببكي، يعني ببكي وبكتب. احنا انا ببكي وبكتب، مشتاقه لبلدي انا قاعده اكتب، مشتاقه لحبوبتي ام امي، فلا التحية من هنا رغية بنت المقدم، فأنا مشتاقة لها بكتب. يعني حتى غناي كان بيكون عبارة عن رسالة لها، عن اشتياقي لها. فما وقفت قلمي ليه؟ لأنه أنا جواي غين كامل إنه طال الزمن لو قصر الجيش حينتصر، وأنا دي قلتها، يعني طال الزمن لو قصر، ما علي وعودات ولا كلام قالوا لي ذول، لكن يغين من جواي محبة صيغة في القوات المسلحة إن إحنا حننتصر بإذن الله. بإذن الله تعالى وحنرجع بلدنا يعني وحنرجع. والحاجات دي حتبقى لنا، يبقى التفريز بتاع كيمان إنك أنت حتفرز كومك في إنه أنت حتعمل شنو. بس عندي سؤال مرات قاعد يلاقيني يا نور، هل السماحة اللي إحنا متقبلين بيه وحياتنا دي بعدين لما نرجع السودان ونتحاسب مع بعض، هل السماح ده حيتواصل ولا حتقوم حرب تانية بتاعت نفوس؟ بس يمكن ده سؤال ما لقيت له إجابة. لا إن شاء الله نحن نتفائل بالخير مبدئيا، وإن شاء الله يعني الجاي كله خير إن شاء الله. وأنا بقول يعني بنفس اليقين اللي عندك على الانتصار، أنا عندي يقين إنه في عوض جايينا كبير بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. أول الكلمات اللي كتبتيها شنو في الجيش؟ أول قصيدة كتبت؟ في قصيدة كانت رهان وأنا كتبتها وأنا في غلب الحرب. أستاذة ندى ليها التحية. أكيد. مش هاتفها مجروحة. فقمت قلت لها، هي حتى بتقول لي عجوبة. فقمت بقول لها يا عجوبة الحال ما بيدوم، الجياش جو وحيحرروا الخرطوم. الأغنية دي يمكن هي ذات السبب اللي بقت لي أنا أطلع من الخرطوم، كنت بتهدد بسببها. يعني هي طلعت وأنا قاعدة في منطقة الحرب. هي أنا بعتبرها رهان، ورهان حنكسبه بإذن الله، إنه الجياش حيحرر الخرطوم بإذن الله. أكيد. وما الخرطوم، السودان كله حيتحرر بإذن الله. إن شاء الله والله، نسأل الله الفعل الحسن إن شاء الله يا رب. بعد كده استرسلنا، بعد عجوبة استرسلنا في بعض القصائد الأخرى المشهوره منهم، امني يا جن، دبي اللي كانت مشهوره جدا، يعني الناس
يعني كانت حتى في الشارع بتتغنى بها في الجولات بالضبط كده، تلقي إنه الناس مركزة مع دبلاتر. يعني أو هي كلمة قالها السيد الغايد قالها دبليو. أيوة. فجاتني حركة يعني إنه أنا ليه نحن وندبلي دبلي والنهب القصاير واختفى بالحراير، فكان من أروع أنواع الدبل يعني أنا اللي أنا كتبته، ومبسوطة جدا بيه. وليه؟ لأنه هي حاجة مو ده عامل زي دي دي غنى البنات الخفيف دايما. يعني بقول لك القيدومة بتطلع أحلى من العرس، صح. فأنا اديتهم قيدومة لأنه غنى العرس جاي في الانتفاض إن شاء الله. إن شاء الله والله شاء يا صبر حقيقي، يعني تفاؤلك ده تفاؤل سمح وحلو شديد، والطاقة جواكي حلوة. أنا يعني بيقول لك إنه زول اللي قدامك يعني لما يكون متفائل وحاسي بإنه الجاي كله، خصوصا الشعراء والفنانين الإلهام ده ما بيكون عندهم بشكل خاص، يعني ما بيشبه باقي الناس. غنى الحماسة أنت بديتي من بدري شديد، وزي ما أنت قلتي في مقدمتك أنا غنيت للراجل السوداني، وما شاء الله عليك شاطرة جدا في الحماسة. ومن قبلي الحرب انت طلعتي سودانيه قلب الحال. احكي لنا قصته ونسمع. سودانيه قلب الحال، مرات دائما في الجروبات بتحصل مناوشات، بيقول لك يعني مثلا انت ليه طلعتي برا؟ ما مفترض تلبسي ثوب سوداني كثير، يعني حاولي تطبعي بطبع البلد اللي انت فيه. فهي كان ردا لحاجات كثيره لسبب انا ما بقدر اذكره. لسبب لزول عزيز علي جدا هو خاص، فقمت هي تهاجمت، قمت قلت لها لافحه ثوبي محشمه ورافعه راسي انا في السماء بتملوك نكر العوج والمطموره بدوها العمى، يعني العميان عن انه يشوف عرضه يدفن بس ما شايفه له عرض اكثر من كده. فجيت بعد ذاك قلت يا اخي احنا سوداننا فيه شمول وفيه أسر قاعد تربي حلو، وفيه بيوت بناتها بيسافروا برا وزيهم زي الرجال، فأنا ليه ما أعمل لهم حاجة تحفيزية تخلي كل بنت تكون فخورة من نفسها وفخورة من هي إنه بتعمل في شنو. كثيرين مننا يا نور طلعوا برا البلد، وقفوا وقفة برا وراجل، وتحية لحواء السودانية اللي قدرت تسند روحها حاليا في غربة وهي منكوبة وباقي أم وراجل، وأنا بهديكي سودانية قلب الحال. يا سلام يا سلام، حقيقي حواء سودانية حتى بعد الحرب يعني استبسلت استبسال قوي جدا. أيوة يعني. وأثبتت يعني ياسي أغلب البيوت شايلنا النساء، شايلنا يعني النساء. أيوة والله فحاجة كده يعني مؤلمة، بتلقي زول عنده هيبته ومركزه في يوم من الأيام بقى عاطل قاعد في البيت، يعني صحيح. انه بيدعوا له زوجته، والحاجه دي ما سهله، يعني فيها كسره كعبه شديد، يعني مهما الواحد بتلقيه مضاري الحاجه دي بتلقاها في عيونه، يعني لغه العيون ابلغ بتوريك انه الزول ده قدر شنو هو مكسور. فلكن برضه حوى السودانيه زي ما قاعد تقولوا علينا ومجيقة السودانيه دي قدرت انه تخلق له جو ذاته فكاهي وحلو، يعني برغم الظروف والحاجات اللي قاعد تمر بها. كثير مننا بقول لهم يا اخي انتوا الليله والله وقفت معاه، بكره لما الدنيا تتسهل ما حيخليك. لا والله حيخليك، ما حيخليك، لانه الظروف اللي عشناها دي ما ظروف بيخلي راجل يخلي مرته. فانا واثقه من الحته دي، صحيح. انه اي الفات فات، لكن ظروف تحديدا ظروف الحرب دي فأنا متأكدة ومالية دي تماما، ما في راجل سوداني حيخلي جميل زوجته اللي عملته له ده أو أخته أو أي كان من اللي وقفت معه مستحيل يوم من الأيام ينسى لها الحاجة دي. لا ما زي ما قلنا في الأول، هي معركة للكل وكل واحد فينا بيحارب بطريقته. نحن عايزين ختام الفقرة يكون مع واحدة من القصائد. ختام الحلقة نقرأ نقول كب كب أنا ليك بزغري تديك شبال وانت تعرب، انكرب أنا ليك بزغري تديك شبال وانت تعرب، وتحومر العيني وفراسة سيد الحرب والتراث لحم ومر ما بلوك حاشا ما عليه في الشين والدياسة، وفي الجبين مكتوب رجالته
باينة ذكرنته وحرارته وقلبي ما داير له سبة، وانت انت ليلة عدمان وساعدته وخمي جلميس برقبتك وعلي سيفك فوق نخرتك، أبهر العاجباه روحه والمطهم يجي في حزرك ويبدو راعا بخناجره، الخنايت ما بحاقره اللي بغدرك ما بيسلم بشجاعة تقيف تقادره سيد السيادة والزعامة، دولة قايمة باحترامه وشكري ليوم القيامة سوداني في التوب والعمامة وكب كب أنا ليه وبذغري تديك شبال بنت طهري. يا سلام، تحية لكل سوداني بالزي السوداني، وتحية لسيادة الدولة، وتحية للقوات المسلحة السودانية، وتحية لكل جنود صف وكل يعني من يحارب في هذه المعركة، معركة الكرامة. ونحن يا زوبة يعني سعيدين بك جدا، وشكرا على المساحة اللطيفة، وإن شاء الله نلتقي في أغاني، ما أغنية واحدة، أغاني الانتصار إن شاء الله والفرحة. إن شاء الله بإذن الله، هي جاهزة بس إن شاء الله إحنا ننتصر إن شاء الله بإذن الله، نرجع تاني لساحتنا الفنية ونرجع لسوداننا ونرجع لخمجة الدلوكة وضحكة الناس ولمة الحيشان ولبيوتنا السمحة، وحتتعمر تاني طالما إحنا عملناها بيدنا وبنيناها بيدنا، حترجع تاني. سعيدة جدا بالإطلالة دي، وشكرا لكل ذول كان له سبب وله دافع في إنه حرف زوبة عشين إلقى انتشار كبير. شكرا لكل الناس اللي بتحبني، وشكرا لك أنت كمان يا فرحان. شكرا لك زوبة.